أهلا بكم من جديد، ونبدأ مع الشأن المحلي، حيث نظمت جمعية مصارف البحرين الملتقى الحواري المفتوح بحضور ومشاركة محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي ورئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان يوسف. وقد هدف اللقاء الأول إلى توفير منصة نقاش مفتوحة يجري خلالها تبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تعزيز ريادة القطاع المصرفي في المملكة واستعراض الفرص والتحديات في ضوء التطورات المتسارعة على صعيد تبدل طبيعة عمل المؤسسات المالية داخليا وخارجيا واتجاهات العملاء والأسواق، إضافة إلى التغييرات الاقتصادية على مستوى البحرين والمنطقة. كما بحث الملتقى سبل زيادة مساهمة القطاع المالي والمصرفي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بما يعزز من مكانتها كأحد أهم القطاعات الاقتصادية في البحرين ورفع كفاءة البحرينيين العاملين في كل المجالات. أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن دعمها لكافة الخطط والبرامج الرامية لدعم الاستدامة المالية للحكومة والقطاع الاقتصادي في المملكة ومواصلة تنميته. وأشاد رئيس الغرفة السيد سمير ناس بالجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والتي أسهمت في تهيئة الأرضية التي استند عليها برنامج التوازن المالي، مما أسفر عنها تقليص المصروفات الحكومية وإعادة هيكلة الميزانية العامة. ودعا رئيس الغرفة إلى تطوير الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص ومنح الأولوية لمؤسسات وشركات القطاع الخاص البحريني في تنفيذ مشاريع التنمية والبنى التحتية والتي سيتم تنفيذها ضمن برنامج الدعم الخليجي، تكون مرتكزتها إقامة مشروعات اقتصادية وتنموية كبرى تنهض بالاقتصاد الوطني. حققت شركة ألمنيوم البحرين ألبا أداء تشغيليا جيدا في إجمالي حجم الإنتاج والمبيعات لتسعة الأشهر الأولى من العام الجاري 2018، حيث تجاوز حجم المبيعات 750 ألف طن متري بزيادة بلغت 7% على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي الإنتاج بنسبة 8% على أساس سنوي ليبلغ حوالي 760 ألف طن متري. وقد توقع الرئيس التنفيذي لشركة ألبا تيم موري أن تختتم الشركة العام الجاري بأداء قوي من خلال سعيها لإنتاج مليون طن متري لأول مرة في تاريخ الشركة مع دخول الربع الرابع من هذا العام. والآن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم، ونبدأ مع بورصتنا المحلية، حيث أقفل مؤشر البحرين العام في نهاية تداولات اليوم بتقدم بنسبة 10 نقطة مئوية مقفلا عند مستوى 1325 نقطة، وذلك عائد لارتفاع قطاع البنوك التجارية. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 4,923,000 سهم بقيمة إجمالية تقارب 790,000 دينار تم تنفيذها من خلال 20 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في تداول اليوم على أسهم قطاع الاستثمار بنسبة 79% من إجمالي التداولات. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع بنسبة 0.58% مقفلة عند مستوى 7939 نقطة، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاعي البنوك وأيضا الطاقة. نتحول لمؤشر السوق الأول في بورصة الكويت التي أغلقت بارتفاع طفيف بنسبة 0.04% مقفلة عند مستوى 5308 نقاط، وذلك بدعم من تقدم قطاع السلع الاستهلاكية وأيضا البنوك.
ننتقل إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي شهد ارتفاعا بنسبة 0.26% مقفلا عند مستوى 5003 نقاط بدعم من تقدم الأسهم القيادية في قطاع السلع الاستهلاكية وأيضا البنوك التجارية. سوق دبي المالية شهد تراجعا في إقفال اليوم بنسبة 0.56% مقفلا عند مستوى 2774 نقطة، متأثرة بشكل رئيسي من تراجع قطاع الاستثمار وأيضا الخدمات المالية. في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية تراجعا بنسبة 0.24% مقفلا عند مستوى 4505 نقاط بتأثير من تراجع كافة مؤشرات البورصة العمانية ويتقدمهم مؤشر القطاع المالي. أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار السعودية عبد الرحمن الحسين أن عدد رخص التصدير الممنوحة لمصانع الحديد بلغت 54 رخصة، وأوضح أن إصدار التراخيص جاء بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقاً للضوابط التنظيمية للجنة الوزارية المشتركة من عدة وزارات بحسب صحيفة الاقتصادية. وكانت إحصائيات رسمية قد كشفت أن صادرات السعودية من الصلب والألمنيوم خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 4.4 مليار ريال بكميات تجاوزت نحو 1.7 مليون طن. قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار فهد الجرجاوي أن أمارة دبي نجحت في جذب استثمارات مباشرة كبيرة في النصف الأول من عام 2018 بلغت قيمتها 17.5 مليار درهم بزيادة بنسبة 26% عن العام السابق. وأضاف أن التركيز الآن هو زيادة عدد المشاريع والتي حققت نمواً بنسبة 40% لأنها تخلق فرصاً وتثبتها في المدينة حسب قوله. وقد نجحت دبي في جذب استثمارات من دول مختلفة بما فيها الدول الرئيسية مثل أمريكا وألمانيا، بريطانيا، سويسرا، الهند والصين. ولفت إلى أنه يتم التركيز على تأسيس مقار الشركات العالمية في إمارة دبي، خاصة تلك التي تبحث عن زيادة حجم أعمالها في المنطقة. وقعت شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك تهدف لدعم نمو وتطور أدنوك للحفر، إحدى الشركات التابعة لأدنوك، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في خدمات الحفر المتكاملة لآبار النفط والغاز بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والمتقدمة. وبموجب الاتفاقية تستحوذ بيكر هيوز على حصة 5% في شركة أدنوك للحفر مقابل 550 مليون دولار، علما أن أدنوك ستبقى مالكة لحصة الأغلبية بنسبة 95% في الشركة. وتعد هذه المرة الأولى التي تتيح فيها أدنوك المجال أمام شريك استراتيجي عالمي للاستحواذ على حصة مباشرة في إحدى شركاتها التابعة المختصة بالخدمات. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. صناديق الاستثمار الدولية تضخ استثمارات بمليون ومليار وثلاثمائة مليون دولار في البرازيل لتكون من أفضل 10 دول بالنسبة للمستثمرين. قرع 50 خبير اقتصادي إيراني ناقوس الخطر مذيرين بانهيار الاقتصاد الإيراني، داعين رؤساء القوى الثلاث أي الحكومة والبرلمان والقضاء إلى تحذير قادة النظام من أن الوضع أسوأ وأخطر مما يتصورون وأن البلاد على وشك السقوط. ووفقا لوكالة إلنا الحكومية الإيرانية فقد أكد هؤلاء الخبراء في رسالة مفتوحة أن التأثير المدمر لانهيار العملة المحلية غير مسبوق على مدى 75 سنة الماضية، كما اعتبروا استمرار ما وصفوها بالسياسات الاقتصادية الخاطئة بأنها ستؤدي إلى معاناة الأسر الإيرانية من أعلى معدل للتضخم في البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.
قفز الدولار الأمريكي ليعزز المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي وسط ضعف في الأسواق العالمية وفي مقدمتها الأسهم الصينية وصدور بيانات أمريكية قوية في الآونة الأخيرة. وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات المنافسة بنسبة 0.2% ليتجه صوب أعلى مستوى له في 14 شهرا عند مستوى 96.9 الذي سجله في منتصف شهر أغسطس. وكان الدولار ارتفع 0.5% الأسبوع الماضي مع زيادة صناديق التحوط لحيازاتها الدولارية لتبلغ 28.7 مليار دولار الأسبوع الماضي. مع استعادة صناعة التعدين في أستراليا لعافيتها، تبحث الشركات عن آلاف الموظفين بمتوسط رواتب سنوية تبلغ 140 ألف دولار. وحسب تقارير صحفية، فإن الشركات العاملة في مجال التعدين أعلنت عن حاجتها لموظفين في مجالات متنوعة بدءا من الطهاة وعمال النظافة إلى المهندسين وخبراء الميكانيكا بعد أن قلصت من عملتها خلال السنوات الماضية. كما رصدت صحيفة ديلي ميل البريطانية ارتفاعا بقدر الثلث في إعلانات التوظيف بمجال التعدين في أستراليا. ولا نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. في الخبر الأخير ومن البرازيل، تم ضخ 1.3 مليار دولار من خلال صناديق الاستثمار المتداولة، ما يجعلها من بين أفضل 10 دول بالنسبة للمستثمرين الدوليين. ويرى تحليل نشرته شبكة بلومبرغ فيو أن أسعار السلع الأساسية والتي تشتهر البرازيل بتصديرها للخارج هي العامل الأهم بالنسبة للمستثمرين في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية، مقللة من المخاوف بشأن الانتخابات الرئاسية المنتظرة. ولكن بعد ذلك توقفت التدفقات النقدية، وبحلول شهر يوليو الماضي تخرجت صناديق الاستثمار الدولية بأسرع وتيرة مقارنة مع أي مكان آخر حول العالم. ويرجع جزء كبير من مخاوف الاستثمار إلى الانتخابات الرئاسية والمزمع عقدها في عطلة هذا الأسبوع.